السلام عليكم. سؤال واضح ومحدد، ما هي فرص أحمد طنطاوي للفوز بالانتخابات الرئاسية؟ سؤال واضح جدا جدا جدا، هل هناك فرص لأحمد طنطاوي أن يكون رئيسا للجمهورية بخلاف اللقطة وبخلاف الصدفة؟ يعني إيه الصدفة؟ زي هاني رمزي مع الفنان الراحل كمال الشناوي في فيلم زازا، ولا مش عارف اسم إيه الفيلم، لما فجأة كده هي الصدفة قادته إنه بقى رئيس مصر في فيلم. ده فيلم الحياة الواقعية على أرض مصر. هل هناك فرصة لأحمد طنطاوي ممكن يكون رئيس للجمهورية في الانتخابات الرئاسية اللي جاية ولا لأ؟ طيب، في البداية سجلنا لحضراتكم امبارح فيديو موجود امام حضراتكم، الكفر بتاعه او الصوره بتاعته على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. قلنا في الفيديو ده يا جماعه لماذا لا ينسحب احمد طنطاوي؟ هل احمد طنطاوي هينسحب في اللحظه الاخيره؟ بمعنى هل احمد طنطاوي هيعمل زي المحامي خالد علي في انتخابات 2018 امام عبد الفتاح السيسي، لما السيسي عمل اللي عمله في عنان وعمل اللي عمله في قنصوه، وخالد علي بدأ يفهم ان اللي بيحصل ده عباره عن مسرحيه، والسيسي عايز كومبارس او دوبلير ايا كان المسمى، فخالد علي انسحب، فبناء عليه اجهزه المخابرات بدأوا يدوروا على كومبارس فلقوا موسى مصطفى موسى. فنفس الوضع بيطبق الان، جابوا ابو يمامه خليفه موسى مصطفى موسى. فالسؤال اللي سألناه امبارح، متى ينسحب احمد طنطاوي وكل الظروف المحيطه مش في صالحه؟ نيجي بقى للسؤال الاول، نسب فوز احمد طنطاوي ومتى ينسحب احمد طنطاوي؟ الاجابه على السؤالين الاثنين هي اجابه واحده. بالله عليكم اللي راح عمل قصور قصر في العاصمه الاداريه اكبر من البيت الابيض 10 مرات لسه ما سكنهوش حتى الان، هل عمله عشان يقعد فيه احمد طنطاوي؟ اللي راح عمل قصر في العالمين بملايين ومليارات الجنيهات، هل عمله علشان احمد طنطاوي؟ اللي راح عمل العاصمه الاداريه ب 60 مليار دولار، هل عمل العاصمة الإدارية دي علشان خاطر أحمد طنطاوي يروح يقعد فيها؟ ولا أنصار أحمد طنطاوي؟ ولا حتى عملها علشان أحمد طنطاوي يقول له من أين لك هذا؟ الجنرالات اللي بقوا مليارديرات، هل دعموا السيسي عشان يجي واحد زي أحمد طنطاوي يعملهم زي مرسي ويقول لهم من أين لكم هذا؟ الطائرة أم نص مليار دولار، هل السيسي جابها علشان أحمد طنطاوي ياخدها؟ أو علشان الرئيس المدني، ها؟ المدني اللي هيجي ياخد الطائرة دي ويستمتع بيها من دون السيسي؟ القصور والفلل اللي ما دام انتصار كل شوية تجدد قصر وتجدد فيلا وتجيب حاجات، هل كل ده عملوه علشان يجي زوجة الرئيس اللي جاي تاخد الحاجات دي كلها؟ اللي طلع يقول لك فهمناها سليمان وأنزل نفسه منزلة الأنبياء، منزلة نبي الله سليمان، هل ده واحد انت ممكن تدخل معاه في نقاش وحاله من الجدل وحاله من المنافسه الانتخابيه الشريفه بجد؟ ده اسئله واضحه جدا يا جماعه. هل ده شخصيه تقدر تتعامل معاه لما يكلم برلمان يقول له انت مين؟ اقعد. ده شخصيه فعلا ممكن تسمح بشيء من الديمقراطيه؟ هل السيسي اللي عمل في رابعه والنهضه وسموحه واكتوبر اول وتاني ومسجد الفتح وعربيه الترحيلات، هل السيسي اللي عمل ده وكمية مراكز الإصلاح والتأهيل واللي عمال يحصل للناس في 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 المعتقلات، هل كل ده ممكن يسمح السيسي إن ينزل من على الحكم ويسأل ويحاسب عن هذا؟ الراجل اللي خلى الجنيه طلع من 6 جنيه و80 قرش ل 40 مقابل الدولار، هل هيسمح إن يسيب الكرسي عشان حد يقول له عملت في اقتصاد البلد ليه كده؟ اللي بيبيع الشركات والمصانع واهم ما يملكه الشعب المصري، ما بني عليه الاقتصاد المصري طول 70 80 سنه، السيسي باعه، هل هيسيب الحكم عشان يجي واحد يساله انت عملت ليه كده في البلد؟ اللي راح فرط في طيران وصنافير وفي نهر النيل وفي حدود مصر الاقليميه في البحر المتوسط لقبرص عشان الاتحاد الاوروبي يعترف بيه، وفرط في نهر النيل علشان خاطر الاتحاد الافريقي يعترف بيه، وفرط في طيران وصنافير عشان يجعل لاسرائيل ممرا ملاحيا في البحر الاحمر، هل اللي عمل كل ده هيسيب الحكم بانتخابات؟ عارف انه هيسأل وهيحاسب. طيب هو ماشي بمبدأ ايه؟ ان الكرسي ده تركة ابي، تركة ابي، هو سيظل، هو متفهم ان الحاكم العسكري مفيش عنده جدلية انتخابات رئاسية ويمشي، مفيش الكلام ده، انت باقي طالما نفسك هذا باقي، او انك هتعمل شيء يعارض مصلحة العسكر زي مبارك في التوريث لجمال ابنه، فهنا كان هناك شيء يعارض مصلحة العسكر ان جمال تتفق تختلف مع جمال مدني مش عسكري، اما السيسي عسكري، فشوف
السيسي عمل ايه؟ قال عن مرسي هيبيع طيران وصنافير، السيسي اللي باع، هيبيع نهر النيل، السيسي اللي باع، هيخلي الجنيه بقى مش عارف بكام، بقى السيسي خلاه ب40. قال عن مرسي الاقتصاد ومش الاقتصاد، هو اللي عمل. قال عن مرسي بعت رساله لعزيزي بريز، السيسي جاب عزيزي بعت سامح شكري في عزاء عزيزي بريز، والسيسي قابل نتنياهو راي العين عشرات المرات في مصر. مين اللي عمل كل ما قاله عن مرسي؟ عمله، يعني هو عارف ان هذه اخطاء هو عملها وارتكبها راي العين. فتيجي انت كاحمد طنطاوي هتدخل انتخابات بجد، وهو قال يا عيني ما حدش هينتخبه، ويقوم يسيب لك الكرسي، فتيجي انت تساله وتحاسبه من اين لك هذا؟ عشرات ومئات الالاف من الاسر المصريه واللي حصل لهم من عبد الفتاح السيسي، انت مقتنع ان السيسي هينزل من على الحكم علشان هؤلاء يحاسبوه ويسالوه؟ مش هينزل، مش هيترك الحكم. فبديهيا بعد اللي انا قلته ده، في ظل ان مفيش اعلام محايد، تخيل اعلام الدوله كله الرسمي والاعلام الخاص واللجان الالكترونيه والصحفيين والاعلاميين اللي شغالين بجد، اللي مسموح له يكتب مقال بجد، اللي مسموح له يكون عنده برنامج بجد، اللي مسموح له حتى يعمل فيديو على اليوتيوب او على التويتر او على الفيسبوك بجد، تخيل كل هذه الاله الاعلاميه بتخضع في ايد المخابرات المصريه وشركه المتحده اللي هي بالتالي بتخضع في ايد عبد الفتاح السيسي. مفيش عندك اعلام يدعمك كاحمد طنطاوي، ولا حتى عملوا معاك لقاء زي ما اتعمل مع عبد السند ابو يمامه مع نشأة الديه واحمد موسى ومصطفى بكري ومحمد الباز. الاربعه عملوا مع عبد السند ابو يمامه المرشح الكومبارس لقاء، ما عملوش مع احمد طنطاوي. اذا ايه هي فرصك؟ انا بتكلم بالمنطق، انا هنا مش تثبيط للناس وان انا بنزل من همم الناس، لكن المنطق ارض الواقع. هل انت بجد مقتنع انك ممكن تفوز بانتخابات في السيسي فيها مسيطر على الجيش سيطره كامله، مسيطر على القضاء سيطره كامله، يشيل نائب عام ويحط نائب عام، يشيل رئيس محكمه دستوريه ويحط رئيس محكمه دستوريه، يشيل رئيس الرقابه الاداريه ويحط رئيس رقابه اداريه، يشيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ويحط رئيس جهاز مركزي تاني للمحاسبات؟ تخيل انت في ظل هذا الشخص، يشيل لك رئيس القضاء يحط رئيس قضاء غيره، يشيل رئيس المحكمه الاداريه ويحط رئيس محكمه اداريه غيره، يشيل مش عارف مين. هذا الشخص اللي مسيطر على القضاء هذه السيطرة الكاملة هيسمح ان يكون هناك اشراف قضائي نزيه بمعدل صفر في التريليون، مش في المية، لن يسمح. الشخص اللي مسيطر على جهاز الشرطة وعلى امن الدولة هيسمح لك انك تتكلم بحرية او ان انصارك يحشدوا لك امام اللجان لدعمك وانتخابك؟ لن يسمح. اذا هو مسيطر اعلاميا ومسيطر قضائيا ومسيطر بالقوات المسلحة ومسيطر بالاقتصاد اللي هو يخص القوات المسلحة ومسيطر بالشرطة المصرية ومسيطر باللجان الالكترونية، فانت فين دور؟ انا هنا بقى ليس ما بنزلش من هنا من احمد طنطاوي ولا من انصار احمد طنطاوي خالص، لكن المنطق هذا الرجل اللي فعل اللي انا قلته لك كل ده جزء من 10 من مليار من اللي عمله السيسي، اللي عمل كل ده هيسمح ليك انك تيجي بانتخابات رئاسيه شفافه، ها؟ شفافه، ويقول لك تعالى خد، تعالى اسالني من اين لك هذا؟ لن يحدث. اجابه السؤال الاول، هل هناك فرصه لنجاح احمد طنطاوي؟ هو كان طول الفيديو اللي بحكي لحضراتكم، السيسي اللي عمل كل ده هيسمح يجي واحد يقول له تعالى من اين لك هذا؟ ويقعد هو في القصر اللي في العاصمه الاداريه اللي قد البيت الابيض 10 مرات؟ لن يسمح عبد الفتاح السيسي. وللاسف الشديد استمرار احمد طنطاوي في هذه المسرحيه سيجعل منه حمدين صباح. على الاقل او موسى مصطفى موسى، ده اذا السيسي خلاه يوصل لهذه الرتبه. سلام عليكم.